أجواء جميلة جدا صراحة كانت أثناء التصوير. أبو حميد حابين نسمع الأغنية بصوتك شجي لايف على الهواء مباشرة، تفضل. عيوني بس معي شوية كلمات عشان ما ألخبط فيها كثير. كلمات مش مشكلة، خذ راحتك عادي عادي. رمضان ليدلل بحب وخير يجمعنا، وتلاتين يوم يعيش معنا، بحب وخير يجمعنا، وتلاتين يوم يعيش معنا، غني وفقير بعيد وقريب، على صوت أذانه يوحدنا. رمضان 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 بنطوي كل خلافاتنا وننسى كل ما فاتنا، بنطوي كل خلافاتنا وننسى كل ما فاتنا، نسامح بعض وننهي البعد، نسامح بعض وننهي البعد، وتحلى كل أوقاتنا، غني وفقير بعيد وقريب، على صوت أذانه يوحدنا. رمضان 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 رمضان. الله، شو هالأداء هذا يا أبو حميد؟ يعني أجواء رمضانية رائعة جدا. طبعا أبو حميد، أحلى إشي برمضان العبادات وصلاة التراويح. أنا يعني كتير بحب أصلي دائما التراويح، لأنه تشعرني بروحانية رمضان صراحة. أي فعلا، هذا اللي حلو فيها. بس شو رأيك بالشخص اللي بيروح بيصلي التراويح لكنه بصف سيارته مقابل المسجد وبكون مسكر فيها الطريق، بسيب حذائه على باب المسجد؟ يعني هذا الشخص شو بتحب تحكي له؟ بحب أحكي له خليك في بيتك، صلي في بيتك، ولا تسكر على المصلين. ويعني عن جد، يعني كأنه أنت مثلا جاي بدك رايح على عرس مثلا، أوكي، صف سيارتك على باب مدخل القاعة مثلا، ولا حد بيقدر يفوت، ولا حد بتعمل مشاكل أكثر منك رايح. يعني شوف، أحيانا الواحد بروح صحيح عشان يصلي. أنت كيف تعبت وبطلع جاي؟ أنا عن جد بحب هاي القصص. يعني أوكي، واحد رايح حلو يعمل خير لنفسه، جميل، بيعمل شر لغيره، بيعمل شر لغيره. يعني بصراحه شو استفدت انت؟ شو استفدت؟ سؤال، شو استفدت؟ ما استفدت شيء، الله يسامحك. فبقول لهم يا جماعه الخير، اطلعوا ثلاثه اربعه في سياره واحده، مش مشكله، استحملوا بعض يا اخي، روحوا جيبوا بعض، ولا انكم كل واحد يروح بسيارته وصف اللي اياها في كل مكان، تسكر المنطقه كلها عشان يصلي التراويح. يعني انا دائما بصلي، لما اصلي التراويح دائما في نص الصلاه لازم امام المسجد سيارة رقم كذا كذا مغلق الطريق. يعني افرض في واحد مريض، افرض في واحد مثلا في عنده حالة طارئة بده يطلع من البيت، انت مسكر عليه، تخيل شو ممكن تعمل وانت في نص الصلاة؟ كيف بدك تفتح الطريق؟ كيف يعني؟ احنا بنرجو من الجميع انه يعني اللي بده يروح يصلي التراويح، بالعكس هذا شيء جميل جدا، لكن حاول صف بطريقة، حتى لو بعيد شوي، امشي شوي يا اخي، هضم، اعمل شوية رياضة، حرك جسمك طبعا، بحيث تمشي للمسجد تكون صافي. مش ضروري تروح مسجد بعيد يا اخي، روح جنب جنب البيت، روح مشي. روح مشي، بالعكس يعني الواحد بعد الفطور لما يتحرك يعني شغلت، بعمل يعني جدا بعمل جدا مساعدة للهضم، رائع. طب في ناس بقول لك بتصلي وبتقرا قران برمضان، بعد رمضان بتبطل مثلا تصلي، او يعني يعني تركز على هاي الامور، هذول شو استفادوا يعني؟ هل العباده محصوره فقط في رمضان؟ لا طبعا، هلا حلو الواحد يزيد عباداته في رمضان لانه فيها اجر كبير، بس حاول حافظ عليها بعد رمضان. حتى الصدقه بتلاقي ناس تتصدق طبعا برمضان. بعد رمضان لا والله ليش صدق، خلاص صدقت في رمضان، شو هي يعني جبرا في رمضان؟ حلو الواحد يعمل خير في رمضان وبعد صح رمضان. صح، اكيد. اعزائي المشاهدين، احنا بنذكركم انه بتقدروا تجاوبوا معنا على سؤال الحلقه، وهو كم عدد سور القران الكريم؟
من خلال إرسال رسائل قصيرة إلى الأرقام الخاصة ببلدكم. ارسلوا الإجابة بعدين اكتبوا اسمكم والبلد حتى تفوتوا معنا برضو على السحب في نهاية الحلقة بجائزة الحلقة، وهي عبارة عن 200 ريال سعودي مقدمة من حليب رونا جرو. يا سلام. احنا يعني في عندي بعض الأمور الأخرى لسه بدنا نحكي فيها، لكن في عندنا هلأ فاصل. لسه مكملين معكم أحبابنا في كل مكان، أنا والنجم الصديق العزيز محمد بشار، وأجواء إيمانية ورمضانية رائعة. استنونا سوا حنكون بأحلى هوا هوا نون. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. علينا عدم الإكثار في تناول السوائل في رمضان مثل العصائر بأنواعها والمياه الغازية، لأنها تؤثر بشدة في المعدة وتقلل من كفاءة الهضم وتتسبب في حدوث بعض الاضطرابات الهضمية. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. تعلم أن أول مرة انطلق فيها مدفع الإفطار كانت في مصر؟ هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وهذه الحلقة المميزة من برنامج هوا نون والخاصة بشهر رمضان المبارك مع أخي وصديقي الفنان الرائع المحبوب الجميل محمد مشكور بشار. مشكور. اهلا وسهلا فيك ابو حميد. اهلا وسهلا. اكيد معنا اتصالات، بتحبوا نفوت اتصالات ولا ابلش مع محمد في بعض الاسئله الخاصه بالجمهور؟ ناخذ اتصال. طيب عبين ما يجهزون الاتصال، في بعض الاصدقاء يعني حابين يسالوك بعض الاسئله. تفضل. فممكن تجاوبهم؟ طبعا. تفضل محمد. لوين هلا واصل بقراءه القران الكريم؟ واصل
يعني بالجزء الرابع تقريبا. الرابع ما شاء الله. بدك ننشد حيلنا شوي يعني احنا شوي تخريب الوقت بداهمنا، يمكن انا تقريبا زيك او اقل حتى. الايميلات يعني هلكتك الله يعينك. شو احب العبادات الى قلبك بالشهر الفضيل؟ ممكن الصدقه، عندي بحبها كثير. صدقه صلاه الترويح بتحب تصليها في الجامع او بتصلي في البيت او كيف؟ يعني بحبها في المسجد بس بحب اكثر في البيت صراحه. هي ترى السنه تصلى في البيت يعني، لكن هو يعني صار في اجماع على ان الواحد يصليها. انا بصراحه ليش بحب اصليها في المسجد؟ ليش؟ لانه مع الجماعه خلص بتشجع بصلي وبوقف يعني، عرفت كيف؟ في البيت الواحد ممكن لا سمح الله يكسل يصير معه شيء. عمرك صليت جماعه باهلك في البيت مثلا في صلاه الترويح؟ كيف كانت الاجواء؟ جميله العشر الاواخر شو بتعمل فيهم؟ يعني ممكن بحاول اخشع بالعباده اكثر، بس هذا اللي بقدر اقول لك عليه اكثر. بديش اكذب عليك يعني. عمرك حسيت بليله القدر او ميزتها او حسيت؟ طبعا احنا بالعاده بنقيم ليله القدر مع بعض اتوقع. طبعا. ف في عند ابو المسجد ام العلا يعني مع الشيخ بشار الله يبارك له يعني ويعطيه العافيه. سحر عندك بعديها؟ بعديها مسحر. عمرك سويت عمره برمضان؟ لا والله ما صحت لي. ان شاء الله قريبا مصحنا جميعا. ناسي بس ما اتوقعش انه سويته في رمضان. بتقدر تسمعنا يعني شيء صغير من بعض الابتهالات ولا مش حافظ حدا شيء منهم؟ اللي هو مثلا يا زائر البيت الحرام اذا حافظه او حافظ اوله. بما انه عمره وفي رمضان والزائر في طبعا معتمرين. صحيح. غني لهم يا زائر البيت الحرام. يا ريت. اذا بتشغل بس مايكك وبس خلص تطفي. برشيم كثير هالمره. مش مشكله خذ راحتك عادي عادي محمد يعني الواحد يعني رمضان ومش حافظ كل شيء يمكن. يا زائر البيت الحرام صلي على خير الأنام. يا زائر البيت الحرام صلي على خير الأنام. بلغ حبيبي المصطفى شوقي وأقرئ السلام. يا زائر البيت الحرام صلي على خير الأنام. بلغ حبيب المصطفى شوقي وأقرئ السلام. يا من تسير على الطريق لزيارة البيت العتيق. يا تسير على الطريق لزيارة البيت العتيق. انفض غبار زماننا وانظر إلى الماضي العريق. انفض غبار زماننا وانظر إلى ماضي العريق. يا زائر البيت الحرام صلي على خير الأنام. بلغ حبيب المصطفى شوقي وأقرئ السلام. شوقي وأقرئ السلام. الله شوقتني بس طفيه محمد. شوقتني لزيارة البيت الحرام صراحة يعني أجواء جميلة جدا حوالين الكعبة و طبعا أجواء الحرام. غير هناك مية مية أجواء مختلفة. افطروا مع بعض وكلهم وصلاة يعني. في بعض الأسئلة من الجمهور أيضا هون بيقولوا لك الجمهور. ماذا يقول الجمهور؟ بيحكي لك يعني ما أكلتك المفضلة في رمضان؟ أكلتي المفضلة في رمضان هاي إسراء محمد. يا إسراء أكلتي المفضلة في رمضان هي والله كثير بحب الأكل في رمضان. مش تشتهي بتشهوى كثير في رمضان بس ممكن بحب ال اللهم صل محمد المنسف الله بشب يعني بعطيك. هلا بنحكي على المنسف بس خلينا ناخذ اتصال نقول ألو. ألو مين معنا؟ الو 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 مين معنا؟ شيماء من المغرب. اهلا في اهل المغرب. شيماء مش عارف اذا سمعت السؤال ولا لا بس انا بدي اسالك ليش الناس في رمضان بتحب المغرب كثير؟ كيفك؟
الحمد لله تمام. شيماء اسمعيني من التليفون واتصال التلفزيون. في حريرة في أكل حلو كتير. في أكل حلو كتير مميز. شباب جميل. جميل جميل جدا. وبرضو في يعني شغلة تانية غير الأكل. بتحب المغرب لأنه لما يأدي المغرب كل بيأكل. فهاي كمان. أما أما بابا بيسلم عليك كتير. سلمي لي على بابا كتير وعلى كل العائلة وتحياتنا لأهلنا جميعا في المغرب الرائع. في أي مدينة في المغرب يا شيماء؟ كازابلانكا. تحية لكان ثماني سودانيين ولا معي كتير كتير أنا بحبهم كتير. يا سلام جميل. وهم أكيد بيسلموا عليك وبوجهوا لك تحياتهم. هم كتير بيحبوك كمان. شيماء بدي أسألك سؤال الحلقة. كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114. إن شاء الله يكون جوابك صحيح تدخلي معنا على السحب. هيا أبو يونس ما طلعناش الصفقة. 114. مش عارفين أكيد. 114. ممتاز ممتاز. كيف أجواء رمضان في المغرب؟ يعني هل بتروح بتصلي التراويح؟ بنصلي التراويح قيام الليل. ما شاء الله ما شاء الله. الله يتقبل إن شاء الله ويجعل أيامكم دائما بركة وسعادة وجمال. تحياتنا لك يا شيماء وتحياتنا للوالد العزيز. دائما لأنها قناتنا المفضلة وقناتنا الحبيبة وهي الأولى إن شاء الله. نحن كثير بنحبها وبنحب محمد. شكرا 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 لك. الله يخليك يا شيماء. احنا بنشكرك وبنشكر اهل المغرب. شكرا لك. رمضان كريم عليك وعلينا ان شاء الله. شكرا شكرا يا شيماء. تحياتنا لك ولكل اهلنا واحبابنا في المغرب العربي. ابو حميد نرجع للمنسف. انت قلت بتحب المنسف لكن بعد ما تاكل منسف على الفطور شو بصير فيك؟ هذا السؤال سؤال خطير. هو الفكرة أنه بس لأنه المنسف تقيل فيه لبن فبفوت على معدتي تكيك بعطيها حقها من بعد الجوع الطويل. الواحد بطفي بعد أيوة المنسف. أيوة. نقول ألو السلام عليكم. يبدو الاتصال فيه إشكالية. نور الفجر بتقول لك سؤالي لعندليب الشباب. هل تتقن التجويد؟ نعم قليلا. يعني في بتعرف بعض الاحكام في طبعا التجميل. لا الاحكام بعرف الحمد لله. بيتمنوا انك تنزل لهم هيك مثلا ان شاء الله قريبا بعملهم على الفيسبوك مثلا بنسجل صوره ان شاء الله قريبا. محمد التوم بيسالك ما اقرب اغانيك الى قلبك؟ اقرب اغنيه الى قلبي يمكن كان بنفسي اشوفك مره اكثر وحده بس الاغاني جميله جدا. نعم. صراحه سارة بشار بتقول لك كيف تنظم وقتك في رمضان؟ والله يا سارة هو منظم حاله بحال الوقت يعني. بالضبط يا دوب أصلاً. يا دوب تصحي الصبح على الشغل تطلعي على القناة بترتب أمور فنية لحد العصر بترجعي بتريحي فترة صغيرة بكون وقتها المغرب بتقرأ قرآن شوي اللي هو بيأذن المغرب خلصي المغرب اللي هو التراويح. طب آية يا جماعة بتسألك نصيحة تقدمها للشباب بعمرك في شهر رمضان. نصيحة في رمضان؟ نصيحة رمضانية يعني. يعني هذا شهر صراحة ممكن تستغل فيه كتير أمور بدك إياها. اللي عنده وزن زيادة ممكن يعمل دايت فيه في الرجيم يساعده في الرجيم. ممكن اللي عنده نفسه كثير مش قادر يتحكم فيها بيرجع يتحكم فيها أكثر. يعني كثير شغلات ممكن تعملها صراحة. بس أنه في وقت في رمضان منيح استغلوا هذا الوقت باللي بتشوفه مناسب وفيدكم. بس جميل. في العنود خالد بتسألك شو أكتر كلمة بترددها بكلامك؟ يعني أثناء الكلام في ناس مثلا بصيروا بتعلق عندهم كلمة. يعني مثلا هي العنود بتقول لك أنا أكرر كلمة المهم دائما. المهم دائماً. كذا المهم كذا. في عندك كلمة أنت دائما يعني بتعلق عندك أو بتكررها بشكل مستمر أو متكرر؟ كلمة لا 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 لا, لا, لا شو بتحكي لا يا كبو لا كذا بيجي عندي بشوي هاي زادة. ممكن ممكن. عبد الجليل بقول لك كيف تقضي يوم الجمعة؟ حسب في رمضان وفي غير رمضان يمكن. هو يوم الجمعة طويل 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 يعني بيحكي لك المثل أطول من يوم الجمعة. نفس اليوم لأنه يوم الجمعة يعني صحيح. هو يوم طويل بس بعضي أغلب وقتي في البيت بكون صراحة. في البيت في البيت ممكن تنظم عائلي يعني. هو إحنا بنعتبره يوم الجمعة يوم عائلي. جميل. تجلس مع العائلة. نعم. طب في عمري ديما بتقول لك ممكن تغني لنا مقطع من أحلى كلمة؟ ممكن بعد من إذا بتحبوا يعني. طبعا يا ريت شغل مايك بس تخلصها فيه.
حافظها معي انت؟ بحاول لا 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 انت احلى كلمه بقولها احلى كلمه على لساني دنيا كلها بعرضها وطولها ما بتسوى بلاك ثواني انت احلى كلمه بقولها احلى كلمه على لساني دنيا كلها بعرضها وطولها ما بتسوى بلاك ثواني حب العالم كله إلها وحدة بيكفي تبقى معاي بروحي وبقلبي بغازلها هي الهوى اللي بدنياي حب العالم كله إلا وحدة بيكفي تبقى معاي بروحي وبقلبي بغازلها هي الهوى اللي بدنياي أمي يا أمي أمي يا أمي أمي يا أمي يا أمي وانتي أحلى كلمة بقولها أحلى كلمة عالساني دنيا كلها بعرضها وطولها ما بتسوى بلاكي ثواني الله 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 يا أبو حميد. أبو حميد في عندنا هلأ لعبة صغيرة هيك يعني إشي بسيط راح أفرجيك مجموعة من الصور بيعبروا عن اسم بلد معين بدك تحكي لي اسم البلد عارف كيف؟ هو موضوع شوي فيه انت لا اطلع علي انا هلا راح افرجيك بعض الصور وانت تحكي لي اسم البلد ماشي الحال خلينا نبدا بشيء سهل بديش ابلش لك بشيء صعب شكلك مش عارفهم لا لا عارفهم عارفهم مثلا هاي معروفه اتوقع يعني. هاي قطر يا كبو كويت كويت لأنه Q8 Q8 فبتصير كويت حلو ممتاز فهمت الفكرة هاي جميل فهمت الفكرة؟ طيب في شغلات صعبة شايف لك في أشياء حلوة صعبة شو هاي؟ تركي أوكي مزبوط تركي. يعني هاي تير وبعدين عندك يب. الكي تركي تركيا حلو يلا جميل طيب أشوف إذا رح تعرف هاي صعبة شوي هاي أو ولا زيرو ما هو أو يا سيدي أو ده ساعدك عمان كبير يا خبو مزبوط هاي عمان طيب فرجيك واحدة تانية صعب ولا سهل بدك بديش جميل هاي مش صعب كتير شو بحرين بح وهذا رين هذا رين وبحرين بس بدون البرق والرعد طبعا يعني بس انه هيك يعني جميل اوكي طيب خلينا نشوف يا سيدي العزيز هادي يمن من يي والمن يمن من حلو طيب قال مين هاي هادي إيران حرف الآي وهذا زلم إيران فإيران طيب آخر واحدة عندنا أنا حبيتها هاي سعودية سعودي إس والأودي فبيطلع عندك سعودي تحياتنا لكل الأهل والأحباب في كل مكان إذا المسابقة لطيفة وجميلة أبو حميد يعني إحنا في هذا الوقت وبعد هاي المسابقة واللعبة الجميلة نشكرك على تواجدك معنا في هذا اليوم انبسطنا كثير بوجودك وانتم مشاهدينا استنونا بعد الفاصل رح نعرف جواب السؤال ورح نعرف اسم الفائز كمان معنا فاذا استنونا سوا حنكون باحلى هوا هوا نون هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو وحيوية ونشاطي يبدأ الصبحية أفطر مع أهلي وإخواتي ولا يشتمل
سويا أصحابي ألعب وأتهنى بحياتي أدرس وأفهم كل دروسي ولايف تمام يا سلام في المدرسة ويا أصحابي ألعب وأتهنى بحياتي أدرس وأفهم كل دروسي ولايف تمام يا سلام رونق رو رونق رو صحة يا سلام رونق رو رونق رو أمان نغلي أمان أثبت طبياً أن السكر والماء هما أول ما يحتاج إليه الجسم عند الإفطار، ومن هنا يتبين لنا مدلول السنة النبوية الكريمة بالإفطار على التمر والماء. هذا البرنامج برعاية حليب رونق رو. الصيام فرض على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة؟ قناة المون أحلى أوقاتي. هذا البرنامج برعاية حليب رونق رو. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وأصدقائي وأحبابي بعد هذا الفاصل، وهلأ صار وقت نعرف الجواب الصحيح للسؤال اللي احنا طرحناه بأول حلقة، اللي كان بيقول السؤال إيش يا كبو؟ كم عدد سور القرآن الكريم؟ بتحبوا ندخل اتصال قبل ما يلا مش غلط ندخل اتصال قبل ما نسحب الاسماء. الو نقول الو الو اهلا في اهل اليمن، مين معنا بس الاسم؟ ابو بكر حياك الله يا سيدي. ابو بكر بدي تجاوبني على سؤال الحلقه اللي بيقول كم عدد سور القران الكريم؟ 114. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه هلا خلال ثواني. لسه ما تزقفش يا ابو يونس، لسه ما اعلنا الجواب. طيب ابو بكر حبيبي، بتصلي التراويح ولا ما بتصليها في رمضان؟ اكيد بصلي. ممتاز، يعني حافظ انشوده رمضانيه تغني لنا اياها على الهواء؟ والله ولا انشوده ولا انشوده. خلص معناته بنحكي لك رمضان كريم، كل عام وانت بخير. رمضان كريم وكل عام وانت بخير. وبكر تحياتنا لك ولكل الاهل والاحباب في اليمن السعيد، شكرا لك. اذا ابو بكر كان اخر المتصلين والمجاوبين على سؤال الحلقه اللي كان بيقول، ما هو سؤال؟ السؤال يقول كم عدد سور القران الكريم؟ طيب كم عدد سور القران؟ الاجابه شو تقول يا ابو حميد؟ بدك احكي لك اياها؟ يعني احكي لي الاجابه. عدد سور القرآن الكريم هو 114 سورة. ممتاز، إذن العدد الذي يعني تتكون منه القرآن الكريم من السور هو 114 سورة. معظم المتصلين أجابوا إجابة صحيحة. الآن نخرج الزقفة أبو حميد يونس أساس نزقف إنه الجواب عرفناه معظم المتصلين. لا لا هو صح معنا. جميل، طبعا اكيد فريق العمل جهزونا اسماء اللي جاوبوا اجابه صحيحه من المتصلين ومن مرسلي رسائل قصيره ايضا. هلا انا وابو حميد راح تفوت علينا المفروض الاسماء وراح نسحب منها اسم يكون هو الفائز بجائزه ال 200 ريال سعودي المقدمه من حليب رونق رو. الاسم يا مسعود. هلا هلا، تفضل تفضل، بده يلف لفه طويل للاستوديو ما شاء الله. يعني مو مشكله، تفضل تفضل، ياخذها منه. خلي تفضل مش مشكله. شكرا شكرا،
مشكور مشكور. اذا هذه هي الاسماء ابو حميد. جميل جميل. تم السحب تم السحب. والان الاسم الفائز بيد ابو حميد. نحكي الاسم؟ احكي بس هيك عملنا بعض الاكشنات. اعطونا مرشات. يلا اعطوه مرشات. اصوات طبول وكذا. طيب الفائز بهذه المسابقة هو او هي هادية احمد من السودان عن طريق الاس ام اس. الف الف مبروك. اذا هادية احمد من السودان هادية هي الفائزة معنا بجائزة الحلقة، وهي عبارة عن 200 ريال سعودي مقدمة من حليب رونا جرو. راح يتواصل معك فريق البرنامج يا هادية عساسي ويوصل لك الجائزة. الف الف مبروك. واكيد نعم. كل الاصدقاء بامكانهم يكون معهم فرصة. هلا راح نطرح سؤال الحلقة الاسبوع القادم. راح نحكيه من الان. بامكانكم اصدقاء المشاهدين من الانكم تبعتوا اجابة السؤال عن طريق الاس ام اس، بحيث انه تدخل على السحب في الحلقة القادمة. كمان راح يدخل على السحب معنا اللي راح يجاوبونا لما يتصلوا معنا تليفون الاسبوع الجاي. بس انتوا اعزائي المشاهدين في منازلكم تقدروا تبعتوا لنا اس ام اس باجابه السؤال اللي هلا راح نحكيه من هون للاسبوع القادم. السؤال بيحكي ما اقصر سوره في القران الكريم. السؤال بيقول، سؤال الحلقه القادمه هو ما اقصر سوره في القران الكريم. بامكانكم تبعتوا لنا من الان اجابه هذا السؤال عن طريق الاس ام اس، وبرضه احنا راح نساله في خلال الحلقة القادمة من برنامج هوانوم. تقدر تبعتولنا SMS عن طريق أرقام الاتصال الخاصة ببلدكم. تقدر تبعتولنا SMS بالإجابة الصحيحة بالإضافة للإسم والبلد. ضروري تحط الإجابة الصحيحة، مثلا سورة مثلا آل عمران، الإسم محمد خليل عوض الله من مثلا الجزائر، بحيث أنه إحنا نجري السحب على الأسماء الفائزة. واللي راح يتأهل معنا بالسحب راح يكون فائز بجائزة 200 ريال سعودي المقدمين من حليب رونا جرو. هيك أكيد أبو حميد بتكون خلصت حلقتنا لهذا اليوم. راح يعني نذكر سريعا في أهم المحاور اللي احنا حكينا فيها. يعني احنا كان محورنا الرئيسي عن رمضان التعصيب في رمضان مش مطلوب. نتمنى من الجميع انهم يعني زي ما بقولوها calm down، يعني انهم يهدوا يروقوا. فيش اشي راح يروح، يعني حتى لو الواحد يعني انا بحسهم وقت الفطور مباشرة الناس يعني بصير فيها حوادث. فالواحد لو تأخر مثلا 10 دقائق 5 دقائق عن الفطور ما في مشكلة. يعني اللي تحمل صيام من الفجر لوقت الفطور بتحمل كمان 10 دقائق وربع ساعة ونص ساعة كمان. فانا اتمنى من الجميع رسالة مني ومن ابو حميد انه احنا نحاول نهدى ونسوق شوي شوي، ويعني ما نعصب، نحاول انه نمسك اعصابنا شوي. يعني وهذه رياضة للنفس الإنسان انه يمسك الله نفسه الله الله وما يحاول انه يعني الله يسمح لأعصابه انها يعني تستفز. وكمان برضو نصيحة كتير مهمة حكيناها للرواد المساجد في صلوات الترويح، لما يصفوا سياراتهم انه يصفوا سياراتهم بطريقة تسمح للغير انه يمر في حال في اي حدا حاب يمر، يصف السيارة بطريقة مناسبة بحيث يسمح للآخرين بالمرور. ويعني حكينا شوي عن الأكلات الرمضانية وعن الحلويات الرمضانية. ديروا بالكم لا تكتروا كتير من الحلويات، لأن الحلويات فيها سكر والسكر مضر. فحاولوا يعني كل حلويات لكن باعتدال. هذه أهم النصائح اللي حكينا لكم إياها اليوم. نشكر تواصلكم معنا ونشكر متابعتكم. راح نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الجمعة بنفس الوقت، وضيف آخر جديد. طبعا في برنامج الرابح مين مع دي مولين راح تشاهدوه السبت 2/4، يعني بكرة إن شاء الله في عنا حلقة مع دي مولين من الساعة 4 عصرا بتوقيت السعودية. بإمكانكم برضو تتابعوهم، تتواصلوا معهم على أرقام الاتصال الخاصة بالبرنامج. أبو حميد كلمة أخيرة. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، ويا رب إن شاء الله كل رمضان يكون أحلى من الثاني. ديروا بالكم على أكلاتكم شوي شوي على معدتكم. هذا المهم. كل سنة تسالمين إن شاء الله. إن شاء الله. نشكر لكم أعزائي المشاهدين متابعتكم. نلقاكم على خير في حلقة الأسبوع القادم. حتى نلقاكم نترككم في أمان الله وإلى اللقاء.
بيجمعنا وفيكم نحنا منكبر. لو بتكونوا معنا الوقت بيحلى أكتر. الصوت بيجمعنا وفيكم نحنا منكبر. لو بتكونوا معنا الوقت بيحلى أكتر. استنونا سوا حنكون يلا حكونا ما وانون. استنونا سوا حنكون يلا حكونا ما وانون. احنا الصورة الحلوة وجينا بكل جديد ضحك وفرح وغنوة حتشوف.